طيب، تكلمنا في الجزء الأول على ال استراتيجي كومباين وكيف نفتح الاودينس المتشابهة، وتكلمنا على أنه لما نجي نعمل قسم اودينس يعطيني الويب سايت، من الويب سايت طلعني في البيكسل. طيب، ما هو البيكسل؟ البيكسل بالعادة هو كود HTML برمجة ننسخه بشكل بسيط جدا في موقعنا، في الهيدر في الموقع، وبتصير نتبع كل الإعلانات أو كل خلينا نقوله الحركات في الويب سايت عن طريق البيزنس مانجر. تمام؟ تمام، ممكن مثال عملي استاذ وين ننسخ الكود؟ راح أخبر. ومن وين بنجيبه كمان؟ بس كيف ممكن نشرحه؟ هو بالضبط هيك، تنسخ الكود في الموقع، بتصير كل معلومات الزوار اللي عندك في الموقع بتروح إلى فيسبوك، وفيسبوك بيحلل لك الداتا وبيعطيك عليها نتائج الداتا. طيب، كيف نجيب الكود وكيف نثبته؟ راح نروح إلى سيتنج، كنا في اد مانجر، هنروح على السيتنج، راح نعمل داتا سورس بيكسلز. هون نعمل عدد يعطيني اسم شو بدك تسمي البيكسل، ونعمل مثلا توريزم ويب سايت. هذا اوبتيكال، ممكن تعمل الويب سايت الحين، ممكن تعمل لاحقا. خليني خليني نشوف إذا عندي أي باسورد ل فاز. إذا ما لقيت بفوت على موقعي، ما في مشكلة، على صفحتي تبع الفيسبوك والموقع. شرو نازل، بدي بس أرجيك وين ننقل الموقع. دقيقة، لا ما تصلح. ما عندهم. بعت لي الخاص منصتك للووردبريس. تمام. اعذروني لأنه لازم ما أورجي طيب، تشوفوا الحين؟
تمام. تمام، خليني من هذا راح أروح للمكان اللي كنت فيه. طيب لهون راح أكتب له العنوان، أكتب له العنوان هذا كيف نفتح بيكسل، أعمل continue فقط. هون خلصنا العنوان، خلصنا فتح البيكسل، راح يقول لي set up the pixel now ولا continue managing the business. راح نقول له set up the pixel now لحتى أنقل الكود أو أنسخ الكود. راح أروح لهون قول له عندي ووردبريس، إذا ما عندك ووردبريس تروح إلى جي تي إم اللي هو جوجل تاج مانجر، أو تأخذ البيكسل كودينج عادي. راح نقول له عندي ووردبريس، فهم بالعادة هم عدلوها أنك تأخذ أبليكيشن بلوجين مباشرة، فخليني أنا ما راح أستخدم طريقة البلوجين لأنه مباشرة ما تنسخ البلوجين يربط لك مباشرة بالفيسبوك بتاعك، هذه طريقة بسيطة جدا سهلة، أنا ما راح أستخدم هذه الطريقة، أستخدم الطريقة العادية. لا أعطيني الكود، طيب أنا شو سويت؟ لما تجي هنا لهون عندك all tools، في إشي اسمه event manager. event manager هو المكان اللي تتم فيه إدارة البيكسلز، مش فقط البيكسلز، فيه كثير من الأشياء، كثير غير منتهية، ولكن راح نقوله فقط البيكسلز. فأنا أروح له مباشرة، راح أروح overview، راح data source. data source يقول لي والله عندك بيكسل اسمه tourism website، ولكن ما وصلني حتى activity، لسه ما عندي حتى معلومات، ما مش مربوط، وبالتالي راح نربطه. أنا حبيت أربطه بالطريقة البسيطة حتى تتعلموا، الطريقة المعقدة قصدي حتى تتعلموها. فأول إشي بدي أربط اللي اسمه الـ API code، الكود الـ HTML الخاص بإرسال واستقبال المعلومات. طيب راح أختار ميتابيكسل، راح نقول له manually. طيب راح يقول لي هذا ده الكود، هو هون copy the code below، راح أعمل copy code، راح يقول لي pass the code into the bottom of the header، نقوله في الهيدر. أنا روح للموقع، ترى عندي هون هذا الموقع، لازم أبحث على الهيدر لأنسخه فيه. عندك application للهيدر؟ غير موجود استاذ. لا مش موجود. طيب راح اروح للابلكيشنز بلجن، ندير اضيف جديد، راح اكتب هون بسيطه جدا هيدر اند فوتر. مش هذا طبعا، مش هذا، هذو الاثنين ما يعجبوني كثير بصراحه، هذا معقد شوي ولكنه هو الاجمل، هو الافضل، وفي ثاني هو هذا، هو ابسط واحد. انا استخدمت هذا، استخدمتهم تقريبا الجميع، ولكن هذا اريح، اللي هو انسر هيدر اند فوتر بالاصفر. ودبليو بي كود معقد شوية وأكثر تعمقا، فأنا راح أروح للأبسط.
طيب نقوم بتفعيله، تطلع لي في ال فيزي وانا ما تعودت عليه، اعدادات دبليو بي هيدر اند فوتر. طيب عندي الهيدر هون، سكريبت هيدر وسكريبت بودي وسكريبت فوتر. انا في الموقع شو قال لي؟ قال لي انسخوا في الهيدر. طيب خلاص راح انسخوا في الهيدر، الكود نسخ في الهيدر، فاعمل سيف. هيك نكون خلصنا، فاعمل له كونتينيو. اوتوماتيك ادفانس ماتشنج، يعني لحتى يجيب لك المعلومات الثانيه، شو بدك انت، ايميل، الاسم واللقب، الفون، اكسترنال اي دي ما بنحتاجها، الدوله، الجندر، ديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث اند ايفرثينج. طيب اوتوماتيك لازم نتعلم على الووردبريس صح؟ لا هاي بسيطة، ما تحتاج تتعلم على الووردبريس، يعني سهل الووردبريس، أسهل شيء بالنسبة للتسويق قصدي، يعني شيء أكيد تحتاجوها لأنه بكرة إن شاء الله راح نتكلم عليه. راح نروح مباشرة إلى هاي، راح نتكلم عليها بعدين. راح نروح مباشرة إلى الخاص الصفحة المانجينج، كيف تتم إدارة البيكسل. طيب أول شيء راح أعمل تيست، هل الإيفنت شغال أو لا. راح أنسخ الكود، طوح وأرجع، المفروض هون بيطلع لي أنه الكود شغال. لما جاب المعلومات طلع المعلومات على أساس أنه شغال. الحين يقول لي لسه أنا ما استهدفت أي هو مربوط، شغال مليح، ولكن أنا لسه ما وصلتني معلومات. أنا شو راح أعمل؟ راح أعمل خلينا نقوله مثل الخريطة، مثل نعمل خريطة للبيكسل لحتى يفهم شو معناها أي شيء في الموقع. طيب راح أعمل get started، next 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 ما يهمني. الأولى هي أنه تبعثها لمتخصص في الـ API يشتغل عليها. أشتغل لها مثل هذه لاندينج بيج، صفحة الهبوط، عندي دائما عليها معلومة. خلينا نحاول نجربوها لهنا. لكن ثاني ما طلع حالي لأنه من الأساس مبرمجة.
ما طلع حالي لأنه من أساس مبرمج. مع أنها بسيطة، مش إيميل أسوسييت بزنس سيتينج دقيقة فقط حتى حل المشكلة، حتى أعرف من حقيقة فقط أعمل ميلاتي كلها مربوطة بشغل ثاني. طيب شغل الحين. أنا راح أعمل له طيب كم ما شفنا سيت اب، راح أعمل خريطة. أعملها مانولي، حاول ونشوف هذا الشيء. طيب هون أنا بدي أضيف الأشياء اللي أنا محتاجها، مثلا أنا ندير إطلال على الموقع. الموقع فيه محتوى، عندك تسجيل في الموقع؟ تسجيل شو استاذ؟ تسجيل مثلا اي تسجيل فورم؟ لا لا ما في. عندك كونتاكت از او شيء هيك؟ طيب انا عندي محتوى، مثلا راح ندير فيو كونتنت. اذا مثلا عندي بزنس المحتوى راح ندير اد تو كارت، تشيك اوت اذا عندي، اد بيمنت انفو، بيرشيز، سبسكرايب، ستارت تريال، complete registration، find location. ما راح ندير فقط مثلا خلينا نعمل شيء مثلا subscribe نحتاجه. أنا ممكن تغير مثلا ما عندنا شيء خاص بالتوريزم، في شيء للترافل. في شيء للترافل راح نوضع lead، complete generation، other payment info. الله اوكي انت هنا يقول لي شو بدك بالمعلومات اللي حاب نجيبهم. سيتي، كونتري، ايميل، فون، فيرست نيم، لاست نيم.
تطلع للفوق. لما يديرون الصفحة راح تظهر هاي المعلومات عندنا؟ لما يعمل أي شيء هذه المعلومات بتتاخر. بس إيش يعني يصير إنه يأخذ المعلومات الخاصة بدون إذن الزبون؟ شفت أنت لما بتعمل يقول لك هل تسمح بالكوكيز؟ إيه هذيك هي. فأنت من الأساس سمحت. طيب عندي الأشياء هذول كلها. طيب continue. ممكن تبعثها الانستركشن للشخص يعملها، وممكن تعملها لحالك. راح نحاول أعملها لحالي لنشتغل على الـ API. لا 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 هلا أشياء بسيطة. عدنا هذا الكود، راح نبلش ناخذ الكود بالطريقة الأصعب. نبلش ناخذ الكود وننسخه في الصفحات، مثلا نقوله صفحات. خلينا نشتغل على صفحة جديدة لحتى ما عندك إليمنتور ولا شو بتشتغل؟ لا أستاذ، قالي ببليشر تقييم عادي يعني. خلاص أنت لهون راح تشتغل تنسخ فقط الثبات المحرر الخلفي اللي هو إضافة حق النص، إضافة عنصر. ما بعرف كل مرة اشتغلت عليه، بس بالعادة أنت فقط تنسخ الكود في HTML. إذا فتح حق النصي بس محتاج يكون فقط كود. مبحث وزنين هذا صعب كثير. مفهوم. لا خلني على عادي. لازم تبدا تحط كود انت ستار. تمام، اكتب على النص هون، اطلع لفوق شوي على النص على اليسار. لا لا لا، محيه رجع على المرئي اول شيء. طيب رجع على النص. لا على النص. ايوه اكتب النص، اكتب النص، اعمل لصق الكود مثل ما هو. هلا روح على المرئي. تمام، هلا هيك صار في كود هلا. لا انا ما بدي بهالطريقه، انا بدي يكون هيدن كود. ما بعرف والله. بدي يكون هيدن كود، او انت مضطر انك ما تستخدم التوكن، تستخدم البولينج اللي هي هذا. في هذه الحاله لانه ما عندك كودينج مباشر، فتستخدم تستخدم الكود هذا. لما هون ما راح يظهر لما تغير الاسماء. طيب عندنا الايفنت نيم، ايفنت تايم، ات سورس، يوزر داتا، وفيه الاي بي اي توكن. ما بعرف ليش مبين، ممكن لانه الصفحه. طيب هي هيك.
ما بيمشي على الكودينج، لازم برنامج ثاني، لازم بلوجن الأول اللي تركب فيها الكودات، لأنه هيك راح تصعب عليك العملية كثير. ما بالعادة أشتغل على الإليمنتور لأنه في خاصية مباشرة تخط الكود. ما بتذكر إذا كان فيها الخاصية أو ما فيها. في خيار كود هذا ايش؟ اتجاه النص وين؟ العادة ما يظهر، محتاج أنك تنسخ تعمل بلوجين إضافات الخاصة اللي شفناها الأولى. خلاص أهم شيء وصلت الفكرة. محتاج بلوجين خاصة بالإضافات. بس في طريقة أبسط، ما بعرف ليش شالوها. طيب الفكرة هون أننا اللي نعمله بالضبط هو تذكرتها هو أننا نعمل الخريطة الكاملة. خلينا نجربها أنها تكون conversion أفضل. طيب لازم ايفنتس دايجنوستيك، هذا مش تست. طيب نجرب شغله، خلينا نعملها بالاي بي اي جيت واي، ممكن تكون اصدق. لازم أعرف لازم نعرف الهوستنج من وين بلد. المهم هو بالعادة تنعمل عند خبير، أو إذا كانت في الووردبريس فقط بنضيف هاي الابليكيشن اللي اسمها WP Code، وبنختار الصفحة وبننسخ فيها الكود، نختار الصفحة وننسخ فيها الكود لحتى ننسخ الكودات في أهم الصفحات اللي إحنا بدناها، وبنختار له أنه والله بنعمل عند كبسة الزر كود خاص اسمه الاندكس كود. راح نجيبه بعد المرحله، لان بعد ما ننسخ الكود هذا فنخلص هذه المرحله بيعطونا الاندكس كود، فنقول له هذا الزر هو اندكس كود لليد، هذا الزر هو اندكس كود لانسان شاف الموقع، وبالتالي طلع لنا هون معلومات كامله، لانه بهذا الشكل بيطلع لي فقط مين شاف الصفحات، ما راح أقدر أخذ معلومات كثيرة.
فخليني ممكن أضبط حساب الشخصي لأنه ما مشتغل لي، حتى أقدر أعمل كل شيء عليه. تمام. لأنه أنا هون عندي كثير، شوف الداتا عندي كثير من الـ API system اللي أنا شغال عليها، وممكن تشوف حتى ما عندي customer. فعندي هنا داتا وممكن أدرسها، مثلا عندي page view، عندي lead، فيه chats، direct chats، WhatsApp click، landing pages. So, like I said, I have everything. بس راح نتكلم عليها وسط أسبوع، ممكن بنعمل حصة بسيطة لنتكلم على كيف الرب. خلوني بس أتأكد على التحديثات الجديدة. تمام؟ بعدها الأشياء اللي نعم ما سمعتك؟ تمام معمول. تمام بس تمام. هاي أعتذر أني ما شفتها. طيب مانج انتجريشن، مانج بنروح إلى بنروح إلى الموقع. طيب هي معتذر أني توختكم شوي. طيب لا نرجع، انسوا كل إشي، احذفوه ونبدأ من جديد. بيكسل، رتبنا البيكسل، ربطناه في الموقع، راح نروح إلى مانج انتجريشن. عندنا طريقتين، اللي هي الكونفرسيشن اي بي اي اللي كنا عملناها في الأول، اللي لازم تنسخ بالكودات عن طريق البلوجينات، أو إذا كانت الـ HTML بينسخها المبرمج. على فكرة طريقة الـ API هي الطريقة الأكثر احترافية والأكثر دقة. أنا راح أروح للـ Browser Pixel، راح أعمل Configuration، أنسخ الموقع، يطلعني للموقع. لما يطلع لي الموقع يطلع لي هذا اللي هي هون. فأنا بهذا راح أحدد الأشياء اللي أنا محتاجها. مثلا خلينا نقول عدد نيو بوتن، راح يحدد لي كامل البوتنز اللي ممكن تكون. فأنا راح أقول له مثلا هذا select event، هذا معناتها أشخاص شافوا المحتوى. وينو content view content don't choose choose value don't include value include value الوقت اللي يكون فيها مبيعات. طيب خليني مثلا أنا راح أدخل لهون وينو هي هون اللي عندك الرابط صح؟ صح. أعمل add new button، راح يقول لي هذا البوتن. على فكرة لا أشرح لكم الفكرة فقط، هذا الموقع بيحول إلى موقع booking.com وبيأخذ عمولة على كل شخص عمل الحجز. فأنا بدي أعرف كم شخص ضغط على الزر وراح إلى booking.com، فراح أعمل له إلى add new button، أختار البوتن هذا، راح يقول لي أعمل event، راح أقول له هذا lead يعني مش شراء، ولكن ممكن تعمله شراء عادي ولكن تعمله ليد، لذا مش متأكد إذا اشترى أو لا. إذا كانت مادية
نقول له choose value، راح يخرج لي الأرقام، نختار الرقم، وبالتالي راح يبقى ياخذ رقم البضاعة إذا عندنا من منتج مباشر، ولكن هون ما عندنا منتج فراح نختار don't include value. alright، فبهذه الطريقة ممكن نعمل الموقع تاعي كله أرتبه وأرفعه عن طريق الأرقام. ما شفنا هون وين استاذ؟ سمعتك. الأرقام وين؟ إنه كم واحد كبس على هذا الزر مثلا؟ إيه راح أخبرك، ما خبر. طيب لهون في أنت فاهم الفكرة أنك لازم تحدد كل البوتونز، بتحدد مثلا هذا ليد بتضيف البوتون هذا عن طريق أدد نيو بوتون، هذا مضافة من الأساس، مضافة مع الثانية لأنها منسوخة صح؟ فأنت راح تدير النية للسوشيال ميديا كذا كذا كذا، وتضيف كل البوتونز اللي عندك أو البوتونز اللي تحتاجها، يعني ما لازم اللي تحتاج أنك تأخذ عليها معلومات. طيب خلصنا من هذه النقطة، راح نعمل finish setup. يقول لي عندك events، عندك حدثين، عندك حدث اللي هو رؤية المحتوى لما الشخص يضغط على بوتون بعنوان فندق جيليك بالاس بورصة، وعندك ليد، نحن نعتبر أي واحد ضغط على الصورة هذيك اللي تتحرك نعتبره كليد. تمام finish. أوكي doesn't mean finish this one. أستاذ. نعم تفضل. نقدر نعدل الأسماء مال البطن؟ لا لا ثابتة مثل ما أنت مختارها، تطلع بنفس الاسم اللي موجود على الموقع، لأنه يرتبها كودينج، ما راح تقدر تغير الأسماء. أوكي تغير الأسماء في الموقع بحد ذاته. راح أعمل سبميت لأن هذا ولا شيء. أوكي لهون نعمل ريفرش. فهون يطلع لي ليد، كم عندك من ليد، وكم عندك كونتنت، وكم عندك بيج فيو. خليني اروح للموقع مره ثانيه. عادي اضغط على الزر صح؟ صح استاذ عادي. حولني إلى بوكين. أوكي. لما نجي لهم. في 4 أشخاص لسه ما فتح، لسه ما أخذ المعلومة. بس ممكن دقائق فقط أقول لك أنه والله في حدا شخص دخل عندك وضغط على الزر. هو لهون أخذ المعلومات. أخذ والله في 4 أشخاص. 4 مرات زيارات، 4 أحداث، ولكن هي زيارة واحدة لأنها من شخص واحد، لأني أنا اللي اشتغل عليها حالي. أستاذ بالنسبة للمعلومات الشخصية مثل رقم التلفون والإيميل راح يأخذها ولا لا؟ لا ما راح يأخذها، حتى تسجل مثلا إذا عنده هون فورم تتواصل معنا مثلا، إذا أنا وضعت معلومات راح تناخذ بضغطة، ما تأخذها، ياخذها ولكن ما تقدر تشوفها. اذا حطينا كوكيز اذا ضفنا كوكيز ما ياخذ؟ لا حتى كوكيز هو ياخذها بس انت ما تقدر تشوفها، ما لك صلاحيه لتشوفها. مثلا انا هون راح نشوف هون التاريخ، الصفحات اللي دخلوا عليها الاشخاص وكل شيء. طيب انا ما همني من هذه الاشياء الا شيء واحد، اللي هو بعد ما ارتب كل اموري برو على كرييت، عندي كرييت اد بالعاده ما راح نحتاجها، كرييت كاستم اودينس وكرييت لوكالايت اودينس. أحرق مباشرة الكاستم أودينس
Purpose assign a pixel to your ad account. Okay. راح اروح الى الاد اكونت لانه بيكسل قال لي ها I wanna create اسميه اي بي اد اكونت نختار توقيت تركيا اختار تيلي ولا على حسب الدفع ماي بيزنس اوكي ده لهنا راح نضيف الحسابي والمانج بعدين طيب لهنا راح نضيف راح نروح للبيكسل ونضيف نقول له انه خلي الحساب الاعلاني يتحكم او ياخذ المعلومات من البيكسل راح نروح الى added asset وراح نضيف الحساب الاعلاني اللي فتحناه الحين الحين خلصنا بنرجع الى all tools نرجع الى event manager نرجع الى data source وراح يكون عندي خلاص مربوط راح أعمل custom audience في هذا الحساب الإعلاني طيب هل. على فكرة هي نفسها ممكن نفتحوها من هون ممكن نرجع إلى الـ خلينا نرجع إلى هون إلى الـ audience مش عارف نرجع إلى الـ audience مش لك لايك نقول له أعطينا saved audience custom audience website راح يطلع لي الويب سايت اللي أنا أشتغل عليه أو ممكن نشتغل عليها مباشرة من event manager راح إلى data source create audience ونشتغلها مباشرة طيب خلينا نرجع لها عندي الموقع لسه ما أخذ كل المعلومات ولكن بعد لي أخذ كل المعلومات وكون كل شيء مضبوط from your event راح تكون هنا يا مين زار الصفحة مين ضغط على الصورة هذه واللي سميناها lead مين كتب أي شيء وبالتالي يكون عندك كل الإيفنتات فأنا خليلوا معي مثلاً على جات الليدات اللي هم الأشخاص اللي كبسوا على هذا الزر وزاروا البوكينج اللي هم أشخاص مهتمين أنهم يحجزوا فنادق create custom audience يتأخر لأنه ما أخذ الداتا كلها لهذا السبب قاعد يتأخر. طيب custom audience راح نأخذ website لهنا في الويبسايت راح يكون عندنا lead فنختار lead اللي إحنا اختارينها lead ممكن 360 يوم 180 يوم كحد أقصى 180 يوم أنت حابب أنهم يدرس بالروابط ولا بالترددات يعني كم مرة زاروا الموقع أو كم مرة زاروا الرابط محدد في الموقع أو بالديفايس بالآلة اللي زاروا بها يعني
الهاتف او الايفون او الحاسوب، فما راح اختار، اخليها راح اسميها ليد ليد توريزم توريزم ليد. طلع هذه هون وش طلع لي؟ طلع لي كل الاشخاص اللي كبسوا على الزر هذا. فانا شو راح اعمل كفكره تسويقيه؟ راح اعيد استهداف الاشخاص اللي كبسوا على هذا الزر واستهدفهم لانهم مهتمين بالشراء، ممكن يشتروا ممكن ما يشتروا، ولكن انا استهدفهم مره ثانيه، فحتى الاشخاص اللي ما اشتروا منهم تكون احتماليه الشراء مرتفعه جدا، لانهم هم من الاساس ضغطوا على الزر وراحوا يشوفوا البوكينج. واضحه الفكره؟ واضحه ان شاء الله استاذ. هل من اسئله؟ بالنسبه لنا استاذ الى ان يجي يوم اللي يكون عندنا موقع او نتعامل مع مواقع راح يكون نستفاد من هذا بشكل عملي، اما الان بشكل نظري احتمال ننسى، فنحمل الفيديو والدرس يعني ونعيده مره ثانيه ان شاء الله. حلو في ناستي. هذه الطريقه وطريقه الموقع هي افضل طريقه لتدرس بها الداتا، ما فيش طريقه افضل منها. بتكون عندك المعلومات أنا بنصح أنه أي شخص عنده بزنس بيعمل موقع، مش لأي شيء إلا أنه ليدرس الداتا وحاول يعمل إعلانات ناجحة. في أسئلة؟ طيب أستاذ عندي سؤال. تفضل. شلون نسوي موقع؟ ما سمعتك. شلون نسوي موقع؟ شلون تسوي موقع؟ درس غير. لازمك هوستينج. شنو هذا؟ طيب لا اختصر لك الموقع باختصار. نعم. تخيلني حدا مشهور، تمام؟ تخيلني انا حدا مشهور وانت عندك ملف، عندك صورة مطبوعة هيك، فتيجي عندي تقول لي والله أنا حابب هذه الصورة يشوفها أكثر عدد من الناس، فأنا رح أحمل الصورة وبرجيها للناس، تمام؟ نعم. هذا هو عمل الموقع. هذا التفسير البسيط المخل بالحياة التكنولوجي. هذا هو الموقع. الموقع رح هو مجموعة من الملفات تحطه في مكان معين، ذلك المكان ذاكرة كل شخص بالكرة الأرضية إلا وعنده ولوج إلى هذه الذاكرة. هذه الذاكرة نسميها هوستينج. نعم أستاذ. بالنسبة لي هوستينجر هو أفضل الهوستينج حاليا. عندنا هذا. قد دخلت الموقع من قبل هذا، كنت أبحث عن الهوستينج. بعدنا جو دادي. هادو أفضل موقعين للهوستنج. على فكرة يعني مش غالي كتير. السنة أولى دائما ما تكون غالية. دائما تكون غالية. السنة الثانية يعني تبلش تكون شوية غالية، مش غالية كتير يعني أصلا. يعني قد بيكلف مثلا؟ ما بيكلف شيء يعني، ما بيكلف شيء، ممكن شيء 500-400 دولار بالسنة. طيب مثلا إذا شفنا هون، أنا بالعادة ما أستخدم الهوستينج الخاص بالووردبريس لأنه ضعيف جدا، فأروح للهوستينج هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا الشركات الكبيرة. الكلود هوستينج هو للشركات الكبيرة. فخلينا نشوف الشركات الكبيرة تشتغل على $10 بالشهر.
كلاود بروفيشنال انا كل شغلي هو هون $15 بالشهر للسنه الاولى، السنه الثانيه تكرروا ب $50 للشهر، $50 للشهر تحت $600 بالسنه لانه تدفع سنه. مو كثير. تمام. للشركات الصغيره يعني موقع واحد 50 جيجا $2 بالشهر ماشي رخيص. رخيص كثير. $3 بالشهر بريميوم فيه 100 موقع و100 جيجا وفري ايميل، تفتح الايميلات عدد الايميلات اللي بس. شو الفرق بينهم؟ بتشوف الاخر مثلا هذا فيه 2 دولار بالشهر، فيه بيحمل لك موقع واحد بس هذا بيحمل 100، الاخير اللي 10 دولار بالشهر بيحمل لك 300. استاذ يعني هاي الشركات الشركات الهوستنج عندها سيرفرات عملاقه حتى تستوعب هاي الاشياء؟ اكيد عندها سيرفرات. هذا عنده 8 سيرفرات بالعالم، سيرفرات قد مدينه يعني، عنده سيرفرات يعني. انت لما تشوف هيك خليني اخبرك شغله بس. لارج، بروحوا لللارج بيشغل مواقع ب $30 بالشهر. تمام، $30 بالشهر مش كبير، 30 معناتها السنة 300، ممكن 400. تمام، ممكن شيء $400 $400 بالسنة. تجديده للسنة الجاية $70، $65، قول $70 يعني $1000. تمام، يحمل لك 300 موقع، 300 جيجا حفظ، 300 جيجا بالنسبة للموقع تحتاج أنك تدير أمازون فيها وعاد. الرامة تشغل لك ب 12 جيجا رام، والسي بي يو سرعة الموقع ب 6 قلوب، 6 سي بي يو يعني 6 بروسيسر. والله سريع أستاذ، هاي أرقام كبيرة جدا يعني. كبيرة جدا. إحنا نقيس بها كمبيوترات يعني، بس بدل الكمبيوتر موقع واحد بس. جيدة جدا يعني، كيف راح يكون كثير كثير سريع. لما في ايميل تفتح عدد الايميلات اللي انت حابه، وفري ستورج في الايميل، انليميتد فري اس اس ال، هاندويتش، دومين بالمجان، سي دي ان. تعرف سي دي ان شو؟ لا اشو سي دي ان؟ ما قلنا انه الموقع هو مجموعه من الملفات. هوستينجر عنده سيرفرات، عنده 8 سيرفرات عبر العالم، فهو يصنع لك في كل سيرفر نسخه عن الموقع. وايش فائدتها بالنسبه لي؟ مثلا اذا انا عندي موقعي في تركيا، شخص دخل من الولايات المتحده الامريكيه بده الطلب، مثلا هو كتب موقعي در انتر، الطلب بيروح على تركيا وبيجيب المعلومات بيرجع له للولايات المتحده الامريكيه، صح؟ هذا الطبيعي. بس انت لما تنسخ الموقع نتاعك هو ما مضطر انه يمشي لتركيا، هو عنده سيرفر في 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 بلده في امريكا، فالوصول اسرع يعني. اكيد. اوروبا عنده النسخه الاوروبيه، واللي في آسيا عند النسخة الآسيوية. اللي يعني موقعك راح يكون منتشر بالعالم. عندك .tr.en ولا؟ لا لا لا، نتكلم على دقيق. هم الحواسيب. تمام، الحواسيب مربوطين بالسيرفر، السيرفر هو اللي فيه ملفات الموقع. تمام، اوكي، واضحه الفكره. اذا بده هذا اذا هذا السيرفر بده يوصل الى ملفات
الموقع إذا ما في CDN فهو مضطر أنه يبعثها، هو مضطر أنه يتناقل المعلومات من هذا السيرفر إلى هذا السيرفر وبعد يرجع إلى هذا السيرفر، تمام؟ واضحة؟ يعني الفرق هو وصول المعلومات أصلا. بس الـ CDN معناتها أنه أنا أصنع نسخة في هذا السيرفر، أصنع نسخة في هذا السيرفر، أصنع نسخة في هذا السيرفر، في هذا السيرفر، بالتالي هذا الموقع مش مضطر، هذا اللابتوب الحاسوب الشخص اللي هون مش مضطر أنه يمشي لهون ليجيب المعلومة، يجيب المعلومة من جنبه. وبالتالي سرعة الموقع ما تتغير بتغير الدولة. أها. كل الدول يكون عندها سرعة الموقع نفسها. اي هذا هاي صارت مفيدة يعني. حتى جودادي شوي اغلى بس ما انا صراحة حبيت هوستينجر، حبيته كثير. من اسمه واكب مقنع شيء. ايه هو تقريبا الاول في العالم او الثاني مش متأكد، ولكن ما بين الاول والثاني. طيب في اسئلة ثانية؟ هسه نعمل السيرفر باستخدام وورد صح؟ دقيقة. كنا نوقف نعمل الأمور كلها عن ديسك. في إعلانات ممولة مثلاً عن طريق اليوتيوب؟ بكرة. ليش بتسأل أشياء دائما للأسبوع الجاي؟ مش فاهم يعني. لا أنا ما بعرف شو في يعني، فدفتر لي إنه طب نحن. تبدي سريعة هي. أستاذ. نعم. طيب خلينا في حال ما دفعنا للهوستينج ايش يصير؟ يتوقف بث الموقع، بس يبقى مخزن. يبقى مخزن بس يعطوك انذار بعد سنة ممكن يحذفوا الملفات، ولكن يبقى مخزن. الموقع له مدة معينة؟ كل سنوي. سنوي. سنوي، جدد الاشتراك سنوي، ما هو ما عنده مدة معينة. طيب احنا بنتكلم على ملفات الموقع، ولكن في عنوان الموقع اللي هو الدومين، مثلا مثل هذا tourism.com، هذا عنوان الموقع، الادرس للموقع. حتى اللي... هذا نشتري اكو انواع اكيد سنويا، هذا سنويا. طيب هذا الموقع مالك؟ انا هذا شاري ب $50 بالشهر. اوه غالي كثير للشهر. ايه مشان الأرشفة أسرع وله مميزات أنا بشتغل فيها يعني مناسبة يعني. شو قلت لي؟ الموقع هو بس خاص بالبيز المربوط بجوجل؟ لا هو جوجل في الأساس، الفيسبوك فقط يأخذ معلومات منه. مثلا خلينا نقول ممكن شغلة أستاذ أحكيها؟ تفضل. هلا استاذ للعالم بناء على تجربتي الشخصيه يعني، للعالم اللي بدها مثلا تفتح موقع من جديد او مثلا بدها تعمل تجربه بالموقع، انا برايي انه مثلا يعملوا موقع ابو تشتري هو الاستضافه والدومين مثلا $200-$250 لمده سنه كتجريب، لقوا فيها نفع، لقوا فيها انه فائده لهم، فيا اما بيجددوا لخمس سنين او مثلا بيعملوا شيء جديد اكبر، ما هيك احسن ولا شو؟ فهمت عليك. ممكن من الأحسن لما يكون فاتح اسم جديد، بس لما يكون عندك شغل وباسم وحب تشتغل على البراند ما في مسحة. هم بالعادة سعرهم هو $10، ما يتغير على $10، سعر الدوت كوم هو $10. نجرب شغل هاي، هادو ثوابت ما يتغيروا، سعر الدوت كوم $10، سعر الأونلاين $1 بالشهر، سعر شوب $1 بالشهر، سعر دوت برو $4 بالشهر، دوت نت هو الأغلى واحد $13 بالشهر، الإكس واي زد هو $2 بالشهر، هادو ثوابت ما يتغير. إيوه ما بحبه
هذا خاص بالتكنولوجيا، خاص بمواقع التكنولوجيا، لأنه هذا الـ AI يمشي بالذكاء الاصطناعي. طيب وين هو الحبوب؟ كوم أكيد. دوت كوم أو دوت نت. نت شوي أرقى ولكن دوت كوم عادي يعني. وهو بعطي مستهلك. إيش فيه؟ لا ما هي هذا الإكستيشن مش الاسم. ممكن تسميها أنت مش عارف هالتي دوت كوم. بس الاكستنشن بلاكس انه دوت كوم لانه مستخدم كثير فهو اكثر موثوقيه. اذا تلقى موقع الاكستنشن تاعه مش الاكستنشن تاعه مش المتعود عليها مثل دوت كوم دوت شو دوت نت اونلاين لا تخاف منه. اكو طرق انه نعمل دومين خاص بينا باسم خاص بينا صح ولا ما هذا الشيء ما متوفر الا للدول يعني دقيقة. شو قلت لي؟ كنت نجاوب. الموقع معرض شيء للسرقة إنه يقدر. معرض للسرقة أكيد. أكيد. لازم إشي اسمه سايبر سكيورتي. بس سايبر سكيورتي مش كبير. يعني مثلاً إذا بتدخل على الهوستينجر ها تأخذ حتى لو سمول لارج فيه سايبر سكيورتي. في حماية عندك الـ SSL فيها حماية في حماية الـ SSL غير محدودة عندك حماية الـ IP address أحيانا في أغبياء اللي يخلوا الموقع مفتوح يعني معلوماته مفتوحة يقدر أي شخص بياخده. تاز في موقعك اشتغلت معه أنا شركة وإلى اسمه يعني فهيك كانوا هامين هالشغلات مثل ما عم تفضل حضرتك أغبياء فهجم عليهم فيروس صيني او اي شيء صار الواحد وقت يكبس على رابط اي موقع او عنوان اي شيء تابع للموقع ينتقل على مواقع صينيه مباشره صح وصحيت الزيارات صارت من 5000 زياره بالنهار ل 15 زياره ايه مشكله مثلا في الهوستنجر انا اكثر شيء عجبني هو السكيورتي فيه دي دي او اس بروتكشن الفايروال بروتكشن هذا فايروال خاص بالفيروسات مش فيروسات فيه نوع فيروسات اسمه فايروال خاصة هو اللي مثل اللي تكلم عليها اللي الروبوت اللي تدخل وتخربق لك الموقع Protection Name Server لحتى في الكلاود فلير لحتى ولا حدا يقدر يأخذ الاسم أو يغيره أو يأخذ لك الدي إن إس للاسم اسمه بالضبط Malware Scanner اللي يفحص لك الفيروسات بشكل آلي والبروتكشن للدومين هذه الخاصية اللي اسمها الوص خاصية الخصوصية للدومين خصوصية الاسم الدومين وبالتالي ما يقدر حتى ولا حدا يخذلك هذا بالعادة تأخذ $10 بالشهر بالهوستينجر يقدمها مجانا في كثير أشياء في كثير بيعطي كثير أشياء وبالتالي هذا السبب أنا بحبه. أسد قلت لي ممكن تخدم اسم موقع لنفسك كيف اسم موقع خاص يعني اسم دومين قصدي يعني العنوان الدومين مثلا بدل دوت كوم تركيا مثلا دوت تي ار دائما ولا هاي دوت تي ار ممكن لا لا ممكن في 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 ممنوع في اشياء اللي ممنوعة الاشياء اللي ممنوعة هي دوت جوف هاي مال الجوفرمنت الحكومة دوت .edu هذا خاصة بالجامعات جامعات يستخدموه أما بالنسبة للبلد مثلا دوت .tr عادي ممكن تستخدم دوت .tr ممكن تستخدم دوت .com دوت .tr ممكن تستخدم مثلا بالجزائر دوت .dz مثلا بالعراق تستخدم UK أعتقد أنه هيك ما بعرف إذا عندكم سيرفر في العراق لا مش موجود IQR لازم يكون مثلا ثاني بس IQR مثلا انا هون مباشرة خرج لل ضديز الدومين اللي هو السيرفر الخاص بالجزائر
فممكن أخذه عادي، بس أنا ما بحبهم، بحب أنه يتخذ العالمي للإنترناشونال اللي هو .com أونلاين ونت، هذوما أكثر العالمية للمستخدم العادي. شوب مستخدم للمحلات اللي يشتروا على الأونلاين، برو و إكس واي واي زاد أو الإيو للتكنولوجي. إنفو كمان تستخدم للأخبار ولكن ما بحبها كثير. فقط هذوما الأسماء اللي ممكن أدنى حرية أنا أستخدمها. محلية عادي ممكن تستخدمها ولكن أنا لا أفضل. أنت شو تستخدم؟ كوم. بالعادة أستخدم فقط كوم أو نت. حكام مواقعكم. زين. آه. وتعطيك ميزات أكثر. الفكرة حبيت أكتب الاسم لأنه ما في دومين، ما في اثنين دومين عندهم نفس الاسم، مستحيل. وبالتالي أنا مثلا كتبت توريزم اللي هي هون موقع شغال، فقال لي أنه هذا الموقع استيكن ما تقدر تأخذه لأنه من الأساس مشتري. وبالتالي عندك أفكار جديدة، more option tourism.online tourism.cloud.group.shop.org .store.tech live net site website. في هاي مشكلة في عنده شركات أسماء يعني مشهورة. الموقع الإلكتروني اللي يشتغل عليه السياح. بالعادة الشركات شو بتعمل؟ تعمل مثلا توريزم، باخذ هنا توريزم واشتري كل المواقع اللي هون. أوه. آه. لحتى ما حدا يقلدني. مثلا أنا لو أكتب، بس لما تكون شركة كبيرة يعني قصدي. ما في ولا معطاني ولا اختيار. كله أخذته أديداس. فقال لي الوحيد اللي مش مأخذه هو أديداس فاشن. ولا هذا. a-did-as.io لأنها أخذ كل شيء فعليا يعني ما ترك شيء. وكل الشركات مو بهذاك الشكل، الشركات حتى الصغيرة يعني. ما في مأخذون كلهم، تشتريهم لحتى ما حدا يقلدهم. ان شاء الله نصير نضطر نشتري حتى ما حدا يقلد. في اسئله ثانيه؟ لا استاذ مشكور. تمام. لسه في 10 دقائق شيء هيك، فبدي اتكلم على نقطه بسرعه للجاي. هذا موقع، تمام؟ هذا موقع عادي. في إشي مثل الموقع بنسميه landing page. خلينا نعمل مثلا نكتب هون سياحة العلاج. لا خلينا نكتب السياحة. نشوف سالة. هون عندنا هذا اللي هو نتائج البحث، وعندنا هذا إعلانات المبنية على نتائج البحث اللي هي فيها أزرت لي سبونسور لو ريكلام. ليش مجرد أد؟ هي بالعادة لو بالإنجليزي تكتب فقط أد، يعني إعلان أدفرتايزمنت أجرت لي سبونسور له ريكلام. طيب
هذا هو مدفوع عليه، اللي هم هذول مدفوع عليه، وهذا مش مدفوع عليه. واضحة؟ خلصنا من هذا الفكرة. بدي أتكلم على صفحة، ما عندنا شيء واضح، نخلها على شيء. هذه الإعلانات خدعتنا كثير يعني، قبل ما ننتبه إنه هذه إعلانات كنا دائما ندخل يعني. ما سمعتك. أحكي على هذه الإعلانات، أول ما تدخل نتائج البحث تحسب إنه هذا هو الموقع مثلا، فتدخل إعلان غالبا الواحد يقع فيها يعني إذا ما يركز. أكيد فيها كوارث، تجنن. طيب رح نجرب. هذا اللي احنا نشوفه الحين، خلوا والله عجبني. هذه الصفحه اللي احنا نشوفها الحين صفحه اسمها اللاندينج بيج، مش الموقع. عندنا smile.don'tspa.com.tr، ولكن اسم الموقع الحقيقي هو هذا. هو هذا الموقع الرئيسي. تمام. طيب ليش هذا؟ هذا الاسم اللي من قبل اللي هم هنا محددينه بسمايل يتسمى السب دومين، اللي هو اسم يكون مثل تشايلد، مثل الطفل للموقع نتاعك. فمثلا هون عندنا tourism.com، ممكن نعمل istanbul.tourism.com، ما بعرف انا apartments.tourism.com. ممكن اعمل الاسم .الموقع.com اللي هو يتسمى السب دومين. هون عاملين لنا شيء اسمه لاندينج بيج. لاندينج بيج تركيزها الوحيد هي تواصل معنا. هون عاملين فورم، فون، واتساب، ايميل، ميسنجر، شات ويذ اس، شات ويذ اس بيفور افتر، شات ويذ اس، بوتون واتساب، فيديو عادي، بوتون واتساب، 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 ما في ولا إشي. واتساب، فورم، هم كل المعلومات للتواصل. الفكرة الرئيسية أنه هذا صفحة هبوط تأخذك مباشرة، لازم تتواصل، ما عندكش، ما فيش مجال ثاني، ما عندك مجال ثاني، ما راح تروح إلى صفحة ثانية، لا، هي مجرد صفحة واحدة تروح تشوف فيها المعلومات وبتتواصل مع الأشخاص. هذه الصفحة هي اللي نقوم بتمويل تمويلها كإعلانات في جوجل. وضحت الفكرة؟ من جوجل أدز؟ من جوجل أدز. مثلا أنا صفحتي اللي أنا أشتغل عليها هي هذه، هذا اللاندينج بيج الخاصة بي. واتساب، هذا تأخذك على الفورم. هون عندك واتساب، كول، ميل، كونسلتيشن، حتى هي تأخذك على الفورم. هون فري كونسلتيشن فورم، لمية كلينيك، ما في شيء، هذه تأخذك على الفورم. الفيديوهات من بعدها فورم، بس ما عندك حل، ما راح تروح الى مكان ثاني الا انك تسجل في الموقع. وبالتالي من هون للاسبوع الجاي تعملوا اطلاع، سواء كانت في فيسبوك ولا قصدي في جوجل ولا في اليوتيوب، على لاندينج بيج.
يعني الدرس الجاي هو landing page؟ هو جوجل، بس راح لنختصر شوي على حالنا، يكون على الأقل تطلعوا على landing page. تمام. يعني خلاص خلصنا من فيسبوك. خلصنا من فيسبوك خلاص. وبالاختبار راح يكون البيكسل داخل بالاختبار؟ ما سمعتك. اختبارنا راح يكون من مواضيعه بيكسل؟ لا ما بعرف، ما بعرف لسه مش واضح. تمام. خلي الأسبوع الجاي بنتكلم أكثر على جوجل آدز. بالنسبة للإشي اللي تعلمناه في الفيسبوك، شفتوا الإشي اللي تعلمناه في الفيسبوك كله من واحد من صفر لمية. طب النسخة تبقى الأصل في كل السوشيال ميديا الباقي. كل سوشيال ميديا فيها كاستم اودينس، فيها لوكالايك اودينس، فيها سيفد اودينس، فيها كيف تفتح اعلان، كل شيء هو نفسه. وبالتالي ولا شيء راح يتغير. الفتره الزمنيه اللي قضيتها اللي تعلمت فيها كثير سنين، اخذت عن دراسة ولا أخذت عن هواية؟ لا دراسة، درست وبس، درست يعني درست الجامعة ودرست، لكن مش اللي تعلمته في الخبرة ممكن شي 5 سنوات خبرة غطت لي سنوات طويلة دراسة. سوق العمل هو يعني أكيد سوق العمل هو اللي يعلم كل شيء بصراحة، مش يعني النظري والتطبيقي بيعلمك شيء بس. لا هي الفكرة مش طريقة فتح الإعلان، طريقة فتح الإعلان بسيطة، هي الفكرة كيف تخطط وكيف تقرأ النتائج وشيء هيك، هي اللي صعبة، هي المعلومات اللي بدنا نستجمعها. وهي ما في حد يخبرك عليها يعني، حتى لو أعمل لك المستحيل ما رح توصلك الفكرة. حالها حال باقي المهن، انت يعني تحسها، ما شرط انك تعرفها، ما شرط انه تتعبر بكلمات. صح هي تم الفكرة. في اسئله؟ لا شكرا استاذ. اخبارك استاذ؟ والله الحمد لله بخير. استاذ